السابع. شكرا لك. ايضا في الجانب الاخر شكرا لكابتن عبد القادر على التواجد معنا في برنامج اليوم السابع. وصلنا الى فقره اخترنا لكم التي اعدها فريق عمل اليوم السابع، وهذه المره سيكون الحديث عن هداف بطوله دوري عمان تل المحترف الليفواري كوفي ميشاك. Mama, boy, and
beyondshow.com. Beyondshow.com. Allez, viens danser, danser.